راه كلنا كنغوتوا بداك الشعار الزوين اللي زوين في الشعارات انها مختصره مختزله رنانه وتتعجب كل شيء وقضيه غرام. الاسلام هو الحل. ايوا واخا نهبطوا للواقع الشريف كنديروا ليه؟ غنجي نقلب غنلقى بنادم ليبرالي حتى النخاع او علماني حتى النخاع ويرفع شعار الاسلام هو الحل. الخير في القران واخب الحاج على راسه ولا عينيه. الخير في القران كي غنديروا ليه؟ اي الخير في القران واخا كي غنديروا ليه؟ كي غنهبطوا على ارض الواقع كي غنعيشوه كتقول الخير في القران وما بين كلمه الخير في القران والاسلام هو الحل كتضرب جنطرات ديال الكارو فين هو الخير في القران؟ لا لا تبارك الله حضرنا ذاك النار والسيد ياسين والله العظيم الا قال شي كلام زين وغدوزي عندي في العشيه باش نمشيو عند فلان راه دايره العرس الاول دا في القاعه راه جايبه الجروب فلان فلان تبارك الله هيا وراه نمشيو نحضروا ليه ان شاء الله ونقصروا نيت شويه ونقشفوا راه الصباح نيت حضرنا القران طبخوا لينا دماغنا بارك الله يجعل شي بركه شويه هكا وشويه هكا وجبد لك حديث ساعه وساعه امي الحاجه قلتي بلي ديك الهضره اللي قبيله عجبتك اه والهضره اللي قالت لك قبيله عجبتك راه كتقول لك ذاك العرس اللي غدير فيه الكمانجه والروينه الكحله راه لا يجوز واللي قالها لك هو القران. فملي كنبقاو نهزو الشعارات هذا مزيان حطوا الشعارات الفوق لكن التنزيل ديالها على ارض الواقع بحسب قربنا او بعدنا من مناهج القران الكريم غنعرفوا ريوسنا واش حنا غادي نشادين الخط ولا ما غادي نشادين الخط. واخا نكونوا حنا تنحفظوا ومدخلين وليداتنا يحفظوا القران الكريم انا ملي بنتي غادا شاده الخط ديال القران الكريم وغادا وهي تتكبر وغادا الحجاب ديالها تيتقاد وانا كنقول لها التغنبيره هذه اللي درتي لينا ما عرفناها منين جبتيها راه ما بقيتي نافعه بتا حاجه مهمتي انك دخلتيها في الصغر تحفظ القران الكريم حيت هذاك القران هو اللي قال لها دير ديك اللي سميتيها انت تغنبيره هذاك سميتو لباس العفه والحياء والحجاب ديال الصدر. فما كيتفهمش القران الكريم بالقانه ديالنا حنا. فاول الاشكالات التي نعاني منها في علاقتنا بالقران الكريم التي لا تجعل القران ربيعا لقلوبنا نحن. اما القران راه ربيع القلوب. مره اخرى الشعار القران ربيع القلوب لكن هل هو ربيع لقلوبنا نحن؟ ويستحيل ان يكون الخلل في القران حاشا كلام الله عز وجل. اذا الخلل كاين عندنا على مستوى قلوبنا والقلوب ديالنا هي اللي خاصنا نعاود نرجعوا لها ونحطوها في السكانير ديالاش في السكانير ديال القران. ما كاين حتى سكانير اخر اللي غيكشف لنا على العلل والمصائب والامراض اللي عندنا في القلوب. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.